والصلاة والسلام على رسول الله. أسرة الإعلام الكريمة، تحية طيبة لكم بمناسبة حضوركم لترقية هذا الحدث الهام في الحياة المدرسية لأبنائنا وبناتنا. نسعد اليوم للإشراف على انطلاق هذا الامتحان، امتحان شهادة التعليم المتوسط دور 2022، بحضور بروفيسور غوالي محمد نور الدين اللي هو مستشار السيد رئيس الجمهورية مكلف بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وبمعية كذلك السيد والي ولاية تبرت وكل السلطات المدنية والعسكرية والنواب للبرلمان بغرفته والنواب المحليين كذلك. إذا كل هؤلاء حاضرون هذا اليوم لإعطاء إشارة انطلاق هذا الامتحان. سألتموني على رمزية هذا الحضور في هذه الولاية، هي لها أكثر من دلالة. أولا نحن في ولاية تقرت، وولاية تقرت عزيزة علينا، نحن في ولاية جديدة وسنزور في هذا اليوم كذلك ولايتين جديدتين مستحدثتين مؤخرا. هذا للإشهاد وللدلالة على كل الأهمية التي تعطيها الدولة الجزائرية لهذه الولايات الجديدة والإرادة القوية للدولة الجزائرية للتنمية عبر كل ربوع الوطن، وللتكفل الجيد بهذه الولايات الجديدة لكذلك تكون في مستوى الولايات التي انحدرت منها من حيث التنمية، من حيث كل مستلزمات العيش الكريم للمواطنين الجزائريين، وكذلك ونحن في التربية لضمان التربية كما نضمنها في مناطق أخرى وفي ولايات كانت موجودة من قبل. إذن هذه هي الرمزية، وستكون كذلك إن شاء الله زيارات أخرى في امتحان البكالوريا تكون لها مسددا إن شاء الله. سيدي بكالوريا هذا العام بالألقاب. بكالوريا هذا العام؟ بها. شهادة التعليم المتوسط. وش بها؟ بالألقاب. بالألقاب. احنا بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط في هذه السنة، عدد المترشحين بلغ 738,866 مترشح، بزيادة 97,000 مترشح بالنسبة مقارنة بالسنة الماضية. هناك زيادة في تعداد التلاميذ. كذلك بالنسبة لمراكز الإجراء لهذا الامتحان، عندنا 2,821 مركز إجراء، يعني اليوم في هذه اللحظة هذا الامتحان انطلق في ربوع الوطن على مستوى 2,821 مؤسسة تربوية، قد تكون متوسطة وقد تكون ثانوية، نادرا يجرى فيها امتحان شهادة التعليم المتوسط. كذلك هناك سيكون لك إن شاء الله 80 مركز تصحيح، وسيعلن إن شاء الله ستعلن نتائج هذا الامتحان مع اقتراب نهاية الشهر الجاري إن شاء الله. تعلمون أنه في هذه السنة بقي امتحانين وطنيين بعد التخلي عن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، فنسأل الله لأبنائنا النجاح والتوفيق إن شاء الله. سيد الوزير عبد الحكيم أسابع صحفي بجريدة النصر، يعني الغش اعتدنا يعني عشية يعني كل امتحان نتفاجأ بنشر بعض المواضيع أو في الصبيحة. هذه السنة إلى غاية الآن لم يجري نشر أي موضوع، سواء كان موضوع حقيقيا أو موضوعا مفبركا، إلى ما ترجعون هذا من جهة. ثانيا، إلى متى يعني سنبقى ربما نقطع الإنترنت يعني في المحيط العام في أثناء فترة إجراء امتحان البكالوريا والبيرا؟ شكرا. أولا سي أسابع المحترم، أطمئنك أنه لا أحد تكلم عن قطع الإنترنت. اثنين، من غشنا ليس منا، والمدرسة من أهم وأنبل مهامها هي تعلم أبناءنا كيف يعتمد على أنفسهم، وبالتالي فالغش غير مقبول. وقلتم على صواب أنه هناك تراجع كبير لهذه الظاهرة، وهذا نتاج الوعي المتنامي على مستوى أبنائنا وبناتنا بفضل عمليات التحسيس التي تقوم بها الدولة الجزائرية بمختلف أجهزتها. وأشكر في هذا المقام الأساتذة وكل العاملين بمؤسساتنا التعليمية الذين لهم دور كبير في التحسيس، وكنا قد ركزنا على وجوب التحسيس ووجوب حمل أبنائنا على التخلي على هذه الظاهرة، وليس إلا أبنائنا، لأن هذه العمليات تعلمون تتورط فيها يعني
فئات مختلفة، وبالتالي لاحظت كما لاحظتم أنه لم تكن هناك ما كان يجري في السابق. هذا أول نتاج عمل التحسيس، ولكن كذلك نتاج للإجراءات الصارمة التي أقرتها الدولة الجزائرية. تعلمون أنه كان هناك قانون الذي يتعاطى بالكيفية اللازمة والسرعة اللازمة مع كل مظاهر الغش، ويتعاطى معها بشكل فوري وآني. مؤخرا كما لاحظتم كذلك وزارة العدل المشكورة ترافق قطاع التربية الوطنية في هذا الموضوع، بحيث تم تشكيل لجان ولائية يترأسها النائب العام بالولاية، من بين أعضائها مدير التربية هو عضو يمثل قطاع التربية، هناك كذلك قائد مجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي، رئيس أمن الولاية، وربما اللجنة تستعين بكل من تراه بمقدوره إضافة، يعني الإتيان بالإضافة. هذه المجموعة تنسق مع التربية الوطنية وتتعاطى بالسرعة الآنية، ولها كل الصلاحيات القانونية والجزائية والمدنية التي تأخذها بشكل فوري وتنفذها كذلك بشكل فوري بالتنسيق مع التربية الوطنية. أملنا، نحن لا نرغب ولا نحب أن نذهب إلى هذه الإجراءات، لكن مرغمون لسنا بأبطال، وبالتالي إن شاء الله كما رأينا مؤشرات إيجابية جدا في انطلاق الامتحان، سنرى مثلها إن شاء الله في البكالوريا، ولا نتمنى أن يؤذى أحد من أبنائنا أو مؤطرنا في هذه الأمور. والغش ليس من سيم الجزائريين والجزائريات، والمدرسة من بين الرسائل التي تؤديها هي تعليم أبنائنا الوفاء والصدق والمصداقية والاعتماد على النفس والابتعاد عن الغش. سيدي الوزير، وكالة الأمداد الجزائرية، معالي الوزير، مرت الدراسة خلال جراء جائحة كورونا بظروف صعبة جدا، نعم، خلال موسمين أو ثلاثة، نعم، كيف تتوقعون الموسم الدراسي المقبل، وهل من إجراءات يعني بين قوسين استثنائية سوف تتخذونها للسير الحسن لمجريات السنة الدراسية القادمة؟ شكرا سيدتي المحترمة. أولا الجائحة أتت بما أتت من بما تعلمون، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أن هذه الجائحة هي في ذاهبة إلى الزوال. لكن كما رأيتم في هذا المركز وفي كل المراكز اللي هي اليوم فاتحة أبوابها لأبنائنا، لم يتم التخلي على إجراءات الوقائية، لأن الدولة الجزائرية حارسة وحارسة جدا على سلامة أبنائها ومواطنيها. وتعلمون أنه من أولى الدول إقليميا وقاريا وأكاد أقول عالميا التي بادرت بأخذ إجراءات احترازية وغلق الحدود لما جاءت هذه الجائحة. نحن كذلك من دول يعني على المستوى الإفريقي أو العربي أو حتى الإقليمي الدولة الأولى أو من الأوائل التي تنتج اللقاح محليا. إذن مع هذا كل مجهود، وكذلك مع بوادر زوال هذه الجائحة التي يعني في الحقيقة في قطاع التربية هناك من ذهب إلى عفو الله بفعل هذه الجائحة نترحم عليه في اليوم، وكذلك هناك من أصيب بهذه الجائحة وتعافى والحمد لله. بالنسبة للتنظيم تمدرس، وسؤالكم سيدتي هو أنه هل نبقي على التنظيم الاستثنائي أو نذهب إلى التنظيم العادي لتمدرس؟ هذا سيتم الإعلان عنه بعد الرجوع إلى الجهات المخولة للفصل في هذا الأمر، وسنبلغكم فور حصولنا على القرار الذي سيصدر إن شاء الله. بالنسبة لإدماج معالي الوزير، نعم، إدماج حاملي الشهادات أين وصل يعني هذا الملف؟ شكرا. شكرا سي أسابع. بالنسبة للإدماج، أنتم عارفين باللي بقى في مجلس الوزراء اليوم 20 أفريل كان سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خذ قرار صارم بالنسبة لكل القطاعات والقطاع التربية كذلك، حيث أمر السيد وزير التربية وسيد وزير العمل وكل من له دخل في العملية بوجوب إنهاء عملية الإدماج في قطاع التربية، وأتكلم عن قطاع التربية، قبل نهاية شهر مايو. وكان ذلك بالفعل الحمد لله، أنه نحن اليوم في بداية شهر جوان، ولكن مع نهاية شهر منصرم وانقضاء الأجل المحدد لنا أنهينا كل عملية، وكان لدينا يعني كان لدينا عدد 45714 منتسبي الجهاز الذي كانوا لابد من إدماجهم، وقمنا بإدماج كل من كان يرغب في الإدماج ونهينا الأمر. وأتمنى لهؤلاء الذين انتقلوا من وضعية هشة إلى وضعية مستقرة
وضعية الموظف بكل الحقوق والواجبات والالتزامات وبحيازتهم لهذه الرتبة. هم حازوا على رتبة تفتح لهم أفاق الترقية والتدرج والذهاب إلى رتب أعلى، وبالتالي هنيئا على أبنائنا الذين تم توظيفهم في صفة نهائية، وما هذا بالكثير على أبنائنا. والشكر موصول كذلك السيد رئيس الجمهورية لأخذ قرار صار واللي نفذناه بكل صرامة، ونتمنى المزيد من مكاسب إلى موظفي هذا القطاع إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. إذن